امي امي انا بالمطبخ امي تعالي عندي. مرحبا حبيبه قلبي، طمنيني شو صار معك؟ طمنيني. طلعت مباشرتي وتعينت النشطة الزراعي. حبيبة قلبي ألف مليون مبروك. الله يبارك فيك يا رب. يا عمري أنت ويخلي لي إياك يا رب. إمتى دوامك؟ بكرة. ألف الحمد لله يا رب. يا روح قلبي أنت، لو كان أبوك عايش قديش كان فرح فيكي. أمي الله يخليكي، هلا لا تبكي خلينا مبسوطين. مفرحة يا أمي لك مفرحة. بس لو ما يقولوا ما نشفت راب جوزة، لكن زلطت وسمعت الناس كلها بفرحتي بأحلى مهندسة بالدنيا. يا حبيبة قلبي الله يخلي لي إياكي، نشفي لي دموعك. هلا حضري لنا الغداء، أنا كثير جوعانة، رح روح دقلا لما تيجي تتغدى معنا. إجيت من الدوام؟ إيه شفت على البلكون. يلا أمي يلا يا رب. يلا. الو يلا قومي ولا دبي، شو قاعده عم تعملي لحالك؟ مرت عمك طابخت لك اكل كثير طيب، يلا ناطرينك على غدا حبيبي. اوكي باي. امي ساعدك بشي؟ لا حبيبي خلصت انا. هاي اجت لمون. افتحي لها. هاي رحمة الله وبركاته. كيفك؟ تمام. مرحبا مرت عمو. هلين يا روحي. يلا على الأكل. يا سلام شو هالأكل الطيب. ولي أنا وشبعانة ما بحسب قومه، كيف أنا حموت من جوعي. طيب إمتى تزوقي على حالك وتعملين لنا عزيمة أنا وأمي؟ بسيطة إذا بدكم بكرة. إيه بكرة كتير ممتاز، لأنه بكرة أول يوم دوام لإلي ورح أرجع من الشغل تعبانة وجوعانة. أيوة سيرة فيها دوام. شو مشي الحال؟ ايه طبعا ان شاء الله. الف مبروك. الله يبارك فيكي. وين تداوم حضرة المهندسة؟ بالمشتل الزراعي. يا سلام معناتها حبيبتي اوتوماتيكيا صارت العزيمة عليك. لا عم شو كحتوتة هلا دغري هيك تخلصتي؟ انا كحتوتة؟ لك ايه كحتوتة ونص. ماشي. طب اسمعوا لا تتخانقوا حبيبي، انا رح افتي لكم اياها. كيف؟ الغدا عليكي والحلو على هاللولة. اوكي انا موافقه، راح اطبخ لكم اطيب فروج بروستد بالعالم. بروستد؟ لك تقبري قلبي شو انك ست بيت ومعدله. طبعا حبيبتي طبعا ست بيت. إيه لك كان بالمناسبه عن جد اللي بدي احكي معك بموضوع كثير جدي. قولي لي حبيبتي شو رايك تيجي تسكني معنا هون وتاجري بيتي؟ لا ما فيني. لك ليش؟ شو ليش؟ هذا البيت فيه ذكرياتي مع اهلي، مستحيل اتركه. لك يا حبيبة قلبي، هي امك صارت بألمانيا لجوء انساني وما بقى ترجع على البلد بحياتها، ومبسوطة هي وجوزها وبنتها، هي اللي كان لازم تعنيها البيت وذكرياته، وأبوك الله يرحمه، عجبتك عيشتك لحالك؟ شو بنا هلا؟ بعدين أنا مالي عايشة لحالي، هي ثلاث أرباع وقتي معكم. هذا هو حكينا، يعني وقفت على هالكم ساعة نوم، بعدين افرضي إنك تزوجتي، ما رح تتركي هالبيت وذكرياته؟ والله صعبة. لا مانا صعبة. بعدين اجرة البيت بتسندك فوق راتبك، ما رح يضروكي 30-40 ألف بالشهر. عن جد حبيبتي والله منتونس فيكي. بعدين الاوضه فاضيه، اذا بدك جيبي اوضه نومك ومن املك الكراكيب منه وبتصير الك. بس مو ببلاش، ها بدك تدفعي 40 ألف بالشهر اجاره. سبحان الذي خلقك. ايه حبيبي شو قلتي؟ لك امي معقوله انت بعدك عم تساليها ليش حدا بصح له يعيش معنا وبيقول لا؟ مرت عمو الله يخلي لي اياكم، انتي بتعرفي انه مالي حدا بالدنيا غيركم. حبيبة قلبي والله انتي بسعر هالة. والله بعرف. يلا كلوا يا بنات كلوا. بس كتير طيبة الله يسلم ايديكي. ألف طحة.